مساء الخير متابعي اليوم السابع، نحن الآن في لايف جديد مستمرين معكم للتغطية الإخبارية واللايفات الخاصة هنا من منطقة العتبة، تحديدا درب البرابرة. هنتعرف مع حضراتكم ازاي تعمل سبوع وتكلفته كام وأسعاره ايه. كما تشاهدون معنا هنا من داخل درب البرابرة، هنتعرف على أحد أصحاب المحلات هيعرفنا الأسعار عاملة ايه، و الباكت او البوكس زي ما بيتقال بلغتهم هنا في درب البرابرة عاملة كام ومحتوي على كام لعبة. هنعرف مع حضراتكم دلوقتي كما تشاهدون معنا تشكيلات كبيرة جدا من لعب الاطفال وتجهيز السبوع. اتعرف بحضرتك هاني امين. حضرتك عم هاني، انت بقالك قد ايه في شغل السبوع؟ حضرتك من وانا عندي حوالي 8 سنين. درب البرابرة معروفة ان هي مشهورة بالسبوع، تمام؟ هل عشان رخص الاسعار ولا التشكيلات؟ التشكيل حضرتك كتير، وكل مدى بينزل حاجات كتيرة، ماشي، منهم كريستالات، سيرفرات، اللي هو الاكرير. ده اسمه ايه اللي احنا اكرير؟ اكرير، تمام. كلمني على الاسعار بدايه كده، الاكريل عامل كام؟ بيبدا حضرتك من 5 جنيه، تمام، لحد لغايه وانت طالع مثلا ممكن لغايه 50 60 جنيه الحته الواحده. اه طيب، عايز اعمل سبوع بتبقى جاهزه حضرتك، تمام. لو عايز اعمل سبوع اعمله ازاي؟ يعني الباكت بيبقى فيه عباره عن ايه؟ حضرتك الباكت بيبقى فيه ملبس شوكولاته، حاجه زي كده، الاكسسوار بتاعته. بيبقى داخل فيه كام لعبة؟ بيبقى داخل ممكن لعبة أو لعبتين، تمام، نحطهم فيها. السبت الواحد يعمله كام كده تقريبا؟ يعني السبت ده بيعمل معاك من 12 جنيه لغاية وأنت طالع، وفي حاجات صغيرة زي كده مثلا، دي كده نظام سكليتة، ماشي، وفي منها عربية وفي منها سبت، دي بتعمل حضرتك 8 جنيه. ماشي، بيبقى فيها داخلها ملبس، داخلها ملبس 5 ملبسات شوكولاتايه، تمام، الاكسسوار اللي هو اللي فيها اللي هو زي كده الفيلم، الاكسسوار ده، وفي منه شعر اهو، حاجه زي كده. ده في مصحف كمان جواه، وفي بيتحط فيه مصحف. يتكلف كام ده؟ كده بيتكلف معاك 14 جنيه للباكت الواحد. للباكت الواحد يعني تقريبا لو عندي 100 يعملوا 1400. 1400 جنيه واعمل سبوع محترم طبعا. طيب ايه التاني تشكيلات؟ كلمني على بقيه التشكيلات. انا شايف في تشكيلات عندك، تشكيلات الكعبه كتير قوي. في الكعبه، في المصحف، دي في علبه، ماشي، في حاجه زي كده في كعبه، في حاجه زي كده برواز سيرفر، ماشي، في حاجه زي كده تحفه اكرير ولد، وفي بزازه جنبه، وفي اللي بعديه ده دبدوب، وفي بزازه. نتكلم على الموضه. ما هو كل ده الحديث كله، ده الحديث كله. وفي حاجه زي كده، ده الخوص، حاجات الخوص دي، وفي حاجه زي كده اللي هو الايه، خشب. خشب ده الجديد بقى، ده الجديد. ده عامل كام الخشب ده؟ بتبدا معاك من 10 جنيه لغايه وانت طالع. من 10 جنيه وانت طالع؟ بيبقى برضك نفس الكلام، في لعب وكل حاجه برضك. بص حضرتك، في حاجه زي كده، ده الجراب بتاع المصحف، تمام، ده حاجه محترمه جدا. انت ممكن تكتب عليه، بتكتب عليه حضرتك الاسم، تمام، ماشي، والتاريخ بتاع المولود واسم المولود والاب والجد. كلمني الناس بتحب ايه؟ ما هو مش كله يعني تقريبا، يعني خلينا يعني نشجع. كل واحد ممكن مثلا يحتاج تحف زي كده، ماشي، تمام، وفي حاجه بتحتاج كريستالات. ايه اللي ماشي اكتر؟ كريستال يعني كل الشغل انواع ده كتير من الكريستال. في كتير قوي اهو. بص حضرتك اشكال اسعاره كتير. كام؟ بيبدا معاك اهو من اول ده 10 جنيه ده بينور. بص حضرتك ده بينور، تمام، ماشي، وفي حاجه زي البجعه، حاجه زي كده، في اللي هو الدبدوب، في منه بنت وفي منه ولد، ده قاعده، بينور برضك ولا ساده؟ ده بينور، ده بينور. في الساده بتاعه اهو، في حاجه زي الخرشوفه، في حاجه زي الودعه، في لفظ الجلاله، حاجه زي كده.
في اشكال كتير قوي، في الطاووس، في حاجه زي كده، دي اباجوره. بص الله، في حاجه دي اللي هو الولد، في حاجه زي كده بنت برضك بتنور، ده عازل بيتشال وبيتداس عليها زي ده حضرتك بينور. ده عامل كام اسعاره؟ ده كده عامل 50 جنيه. وفي حاجه زي الشمعدان سلفرات اهو، ودوت برضك اباجوره اهي، دي بتنور من فوق ومن تحت. وفي حاجه زي كده، ده طبق فاكهه اهو. بص حضرتك عامل كام طبق الفاكهه؟ ممكن تحطه هنا على المكتب اوريه لك وهو بيلف اهو. بيلف؟ ايوه هو فين. ده طبق فاكهه عامل كام طبق الفاكهه؟ ده عامل معاك 150. 150 جنيه؟ اه. تعال بس كريستال. عايزين ده اللي مغليه. نتكلم على الباكت اللي هو اللي هو اه، في حاجه زي كده مثلا، ده بيبدا معاك من 5 جنيه. ده الجديد. بص حضرتك بيبقى في جواه لعبه اهو وشوكولاته. جواه لعبه وشوكولاته ماشي، والملبس حسب النوع بقى اللي الزبون بيختاره. يعني ممكن ب 1000 جنيه اعمل 1000 جنيه تعمل سبوح حلو محترم يعني. طب ما تيجي نتفرج على الغربال عامل ايه؟ تعالى اتفضل. في غرابيله اوريها لك دلوقتي. تعالى دي حاجه زي اللي فوق ده اهو، ده اسمه ودع. ده اسمه حضرتك ودع. ده عامل كام الغربال؟ ماشي، ده يعمل معاك 120 جنيه. في حاجه زي كده، دي عربيه، دي اسمها عربيه. تمام. البنت دي بتبقى بتاخد البامبا، الولد بياخد اللبني ماشي. وفي حاجه زي كده سبت شكل تاني، وفي حاجه شمسيه زي كده، دي شمسيه حضرتك، دي شمسيه اه، دي بنت وفي منها اللبني بيمشي ولد. كلمني على بقيه المقتنيات عندك. انا شايف في رسومات، في ملبسات حاجه زي كده. الكلمات دي بتتباع بكام؟ دي كلمات حضرتك كامل 15 جنيه الواحده. كم واحدة؟ هي واحدة ولا واحدة؟ واحدة واحدة اه، بس في منها بنت وفي منها ولد. أحجامها؟ الولد بيبقى لبني والبنت بامبا. أهي نفس الحجم اللي حضرتك. نفس الحجم اه، ده شكل. وفي دوت شكل تاني ماشي، وفي حاجة زي كده اللي ماسك بزازة، ده شكل تاني. أشكال كتير، وفي اللي هو بالعربية. أنت بتجهز كل حاجة هنا جوه المحل و كل حاجة بنجهزها. تعالى حضرتك أهو أوريك. تعالى اه حضرتك، تعمل علب زي كده عامل 5 جنيه العلب صح كده؟ وفي شغل زي كده حضرتك اهو اللي بنشتغله. دي طلبات برضه بتاعت ناس. دي البدايه بتاعتي يعني. في حاجه زي كده اللي هي القله حضرتك، الابريق. دي البنت، وفي دوت ولد بيتحط فيه واد اللي هو الفاضي ده. الفاضي اه. ده عامل كام؟ دوت عامل معاك 120. 120 اه. بالنسبه للولد عامل 140 اللي هو اللبن ده. وفي القله دي تعمل 150، في منها ولد وفي منها بنت. يعني انا ممكن ب 1000 جنيه ب 1000 جنيه حضرتك بيعمل سبوع محترم برضه صح كده؟ سبوع كويس اه. اللي كيس عامل اخبارها ايه؟ في حاجه زي كده، دي الكعبه. كلمني على الكيس هنا اخبارها ايه؟ دي كيس حضرتك، ده الاكسسوارات اللي بتتحط جوه العلبه. تمام ماشي. وفي حاجه زي كده، ده ورد مجفف بيرشوهم منزلين على السلالم والكلام ده. ده عامل معاك 10 جنيه. كلمني على الاقبال بقى. ودي شنط حضرتك بياخدوها بيوزعوا فيها، دي حاجات جديده نازله. الاقبال اخباره ايه؟ وفي حاجه زي كده برضك، دي حاجات حديثه لسه انا اللي عاملها مقترحها. ده عباره عن ايه؟ تحفه. ده بيمشي بالافراح، معموله الفرح. عامله كام؟ دي عامله حضرتك تعمل معاك 55. 55 جنيه. لان واخده دي طلع ذهب. في برضه تشكيلة كرتون هتمشي معاك على نفس الثمن ده. انا بشكرك، متابعي اليوم السابع، كنا معكم في لايف جديد من داخل تجهيزات يعني ممكن حضرتك اسبوع بضرب الربرة بالعتبه.
بشكرك شكرا جزيلا. الله يخليك.